السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا. تفضل يا حبيبي. جزاك الله خيرا. الشيخ عندي مسألة في زكاة الأموال. ما لها زكاة الأموال؟ ما شأنها؟ أشار إلينا أحد الإخوة أن كل نصاب من الأنصبة يخرج لوحده، بمعنى لو أنك تملك 10 مليون والنصاب 3 مليون، تخرج الثلاثة الأولى، تخرج زكاة الثلاثة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وأما المليون الأخير فليس عليه زكاة، يعني كالأنعام، كزكاة الأنعام. لا 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 لا، الكلام غلط، الكلام خطأ. أيوة، عرفوا أنه سؤال، يعني سؤالكم ووضح لكم. أيوة، يعني أنت الآن مثلا إذا قلنا النصاب 100 ألف، أيوة، فيدعون أن 150 ألف تخرج عنها زكاة 100 ألف فقط، والخمسين ليس عليها زكاة إلا أن تبلغ النصاب، هذا كلامهم. نعم نعم نعم، خطأ خطأ خطأ. أيوة، مع السلامة، جزاك الله خيرا. وياك وياك.